مستوى الدوري قاعد لعبك ونقلك وخبيرة وفرصة وهدف هدف ثالث للأرجنتين هدف ثالث للأرجنتين وأنخيل دي ماريا أنخيل دي ماريا نعم يقدم مباراة ممتازة أنخيل دي ماريا ويسجل هنا الهدف الثالث للأرجنتين الثاني ساعد ذلك لعب مع ميسي في منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا 2006 هذا الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن وبالمناسبة قبل الهدف الكرة كانت لنا الكرة كانت لصالح منتخب الإمارات كنا نحن اللي رايحين أكثر ولو تذكرون تمريرة علي مبخوت باتجاه عبد الله حمد لكنها ما مرت وبالتالي بعد ذلك مباشرة من نفس اللعبة هم اللي وصلوا وسجل هذا اللاعب طبعا جوليان ألفاريز طبعا قليل المشاركة مع نادي مانشستر سيتي لأن الكل يعلم بأن هالاند النرويجي النجم الكبير جدا الذي أدخل الكل في طبعا السنة الأولى في الدوري الإنجليزي بأهدافه الغزيرة وبحضوره الكبير المرعب هذه الكرة لصالح الأرجنتين تلعب عالية إبعاد تسديد الله الله دي ماريا الجودة كما يجب أن تكون الجودة الأرجنتينية الجودة الكروية كما يجب أن تكون نعم الكرة لعبت أنخيل دي ماريا هذا اللاعب الحاضر أكون في ميسي مرور التسجيل أول في ميسي مرور التسجيل أول